في المناطق المحررة مثل ما نقول أو ما يقول الآخرين في المناطق المحررة، نجد أنه موانئنا ليست بأيدينا، مضاراتنا ليست بأيدينا، نفطنا لا نستطيع أن نصدره، الغاز لا نستطيع أن نصدره، حكومتنا لا تستطيع العودة لهذه المناطق، الرئيس لا يستطيع العودة، مجلس النواب لا يستطيع الانعقاد في هذه المناطق. على ما علش احنا ساكتين يعني؟ لماذا احنا صامتين؟ تم رفض عقد جلسة مجلس النواب في عدن بشكل واضح وقالوا لهم ما فيش، نستجدي الجهات هذا من أجل أننا نعقد جلسة مجلس النواب في بلادنا؟ والله إني مشكلة، بلادنا تتعرض للهجوم الغير مبرر وأبناءنا يقتلون، فمتى سنتخذ موقف؟ ما مصلحتنا أننا نجامل بعض الدول على حساب مصلحة الشعب اليمني؟ ما مصلحتنا؟ التحالف أتى من أجل ماذا؟ من أجل عودة الشرعية ومساعدة الشرعية على بسط نفوذها على هذه المحافظات والمؤسسات. الآن التحالف يمنع هذه المؤسسة من العودة. إذا وصلنا لهذه المرحلة فاتركوا للشعب اليمني وقدره، وفيه هناك مشروع واضح وضوح الشمس يتحدث عن تمزيق اليمن بكل فخر، بكل فخر. لا يجوز لا للسعودية ولا للإمارات التدخل في الشأن اليمني، ولا يحق لها أن يعمل بهذا الشكل. بعد هذه السنوات يعني أشوف المشهد، ما حققنا هذا الطموح الذي نريده. فإذا كان هذا التحالف بيعمل بهذا الشكل في اليمن، فالله غني عن التحالف فيتركوننا وجالنا، فالله غني عن التحالف فيتركوننا وجالنا.